والثانية في الموعد ويقول نحن في معركة تحرير الوطن وعليهم الانخراط في العملية. به بون أنا النوايا سيد رئيس ما تعرف ما ندخلش فيهم تونس تاني والقرارات اللي باش ياخذها. الإعلام راهو لازم يكون وطني في في الإعلام العمومي ولا في الإعلام الخاص. راحنا في الإعلام الخاص مانيش عندنا جنسية أخرى. احنا بلا الإعلام المفروض في أي بلاد الإعلام يكون وطني، وهذا شفناه راهو مش كان في تونس، حتى في البلدان تقول انا ديمقراطيه في كل مره تصير ازمات داخل هاتي البلدان نلقاو الاعلام تكتل حول الوطن. مانيش نقول حول لا رئاسه الحكومه، لكن حول الوطن. ما انت ما يضربش المبدا انك ما تضربش بلادك ايا كانت، ما تنجمش تضربها. متنو انا ما تفرش الحق في نشرات الاخبار، ما نعرفش اذا حكيوا على سبيقس ولا ما حكيوش، خاطر بالحق هي سبيقس هامه، معناتها انك تقول بون متنو تنجم تحكي عليها وتنجم تنقد زاده وتقول اي الخطوات القادمه شنو.